خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعم الفائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين.
نختار اكسترويد كات ميد بلين ونضع القيمة 208 مليمتر. ننشئ مستوي عمل موازي للمستوي فرونت بلين ويمر من حافة قوس الجزء العلوي من الداخل. نرسم عليه مستطيل. عرضه 2 مليمتر ويمر من حافة قوس الجزء العلوي من الداخل. نختار اكسترويد باس 2 نيكست. نختار السطح الذي حصلنا عليه. نرسم دائرة تبعد عن الحافة العلوية 3.5 مليمتر وقطرها 2 مليمتر. نختار اكسترويد باص ونضع القيمة 5 مليمتر. ننشئ نظير لكل من المحور والسطح الملامس له بالنسبة للمستوي توب بلين. ونختار اللون المناسب. الغطاء الثاني Cover 2. نرسم مثلث متساوي الساقين، طول قاعدته 240 وزاوية رأسه 100 درجة. نكسر زاوية الرأس بقوس R 50 مليمتر. نختار اكسترويد باس ميد بلين القيمة 208 مليمتر. نختار المستوي فرونت بلين ونرسم عليه مثلثين متناظرين أحد أضلاع كل منهما منطبق على الحافة العلوية. طول أحد الأضلاع 25 مليمتر، المسافة بين المثلثين 25 مليمتر. نختار اكس
تيترويد كات ميد بلين، القيمة 158 مليمتر. نكسر الحواف الداخلية بأقواس قيمة كل منها R 5 مليمتر. نكسر الحافتين الخارجيتين بقوسين قيمة كل منهما R 3 مليمتر.